خلينا نشوف بقى التليفون مخبي مين. انا متفق معاك، ولكن هذا لا يعفينا جميعا من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي معنا على الهاتف. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير على اهلا يا دكتور. ازيك؟ ازي حضرتك كابتن عادل؟ الله يخليك يا حبيبي. دكتور سعد، يعني الاول طمنا على الاجراءات التنظيميه لمباراه صن داونز السبت. يعني الحمد لله كل الامور ماشيه على ما يرام، ان شاء الله هتبقى المباراه على استاد القاهره. طبعا كان الاستاد الرئيسي بتاعنا والرسمي استاد الاهلي بالسلام، وفي الحقيقه نتيجه لان احنا مستضيفين مباريات نادي المريخ السوداني على ملعب استاد السلام، يعني فضلنا ان احنا نسيب الملعب للمريخ ان شاء الله يلعب فيه مبارياته الثلاثه ان شاء الله، واحنا نلعب على استاد القاهره. وفي الحقيقه هنا يعني بتوجه بجزيل الشكر والتقدير لشركه السادات في الحقيقه لتعاونها الكامل مع النادي الاهلي، وايضا ان هي سهلت لنا الامور ان احنا نلعب على استاد القاهره، وبنشكر كمان هيئه استاد القاهره على انها وفرت لنا كل الاطر اللي تمكننا من ان احنا ان شاء الله نكون مباراتنا على الاستاد. في طبعا 5000 تذكره موجودين، ايضا في تفويض لشركه السادات بان هي تتعاون مع شركه تذكره لتطرح تذاكر دي لجماهير النادي الاهلي في الحقيقه، وايضا هيكون موجود كل الجماهير ان شاء الله في اطار الساعه المحدده من قبل السلطات الوطنيه المصريه في الحقيقه. وايضا وزاره الصحه النهارده مشكوره ايضا ارسلت لنا موافقه ايضا على هذا العدد اللي موجود في ضوء الظروف اللي بتمر بيها الجائحه اللي موجوده في الوقت الحالي. التذاكر تم طرحها في الاسواق من الامس، موجوده على منصه تذكرتي، وكل الجمهور يعني في الحقيقه كان عنده سرعه استجابه سريعه، ويمكن اعتقد ان التذاكر نفذت بالكامل. 5000 تذكره يا دكتور؟ 5000 تذكره. هي نتيجة ما اتسربتش من الكنترول؟ ما تعرفهاش؟ كنت يعني خلينا نقول ان دي طبعا يعني في الحقيقه احنا طبعا بنبقى عندنا امل كبير ان يبقى في جمهور اكبر، وان شاء الله المباريات اللي جايه يبقى في عندنا عدد اكبر ان شاء الله، وتبقى يعني حضورهم دايما بيدي دافع للنادي الاهلي، وحضورهم المشرف دايما جماهير النادي الاهلي بيبقى محل تقدير من كل دول العالم. ويمكن كاس العالم للانديه الاخيره في دوله الامارات كل يوم بتاكد على ان جمهور الاهلي غير جمهور الاهلي، هو في الحقيقه القوه الدافعه للانجازات بتاعتنا، هو اللي فعلا جمهوره ده حماه. كل المقوله دي كل يوم بتتايد في كل دوله عربيه احنا بنروحها، بنلاقي الجاليات المصريه بشكل عام وجاليات النادي الاهلي في الحقيقه بتبقى مصدر فخر لينا. فاحنا ان شاء الله لما كل ما بنسمع خبر ان في زياده في عدد التذاكر المتاحه للمباريات كل ما احنا بنبقى سعداء نلبي طموحات جمهورنا ان شاء الله. واعتقد المناخ العام حتى يسمح بكده يا دكتور. يمكن الدكتور اشرف صبحي لسه متفاوض على زياده عدد الجماهير في مباراه مصر والسنغال ان شاء الله ل 60000. نتمنى ان كل الاجواء الايجابيه في اتجاه عوده الجماهير بالكثافه المعقوله يكون داعم للانديه المصريه في افريقيا كمان. طبعا يعني احنا كان عندنا اكثر من ظرف مر، وجت اخيرا الجائحه الحاليه دي كانت موجوده الحقيقه كانت بتحد من الحضور الجماهيري في مش في مصر بس بل في كل دول العالم، لكن كل دول العالم بدات تستعيد قدراتها. والنهارده الاتحاد المغربي بيعلن ايضا عوده الجماهير، فاحنا النهارده برضو يعني بقى عندنا حضور جماهيري وان كان حتى بسيط في البدايه في مباراه الدوري الممتاز. والنهارده عندنا بكره يوم السبت ان شاء الله في صن داونز ان شاء الله عندنا 5. نامل طبعا ان المبادره الكريمه اللي تفضل بيها معالي وزير الشباب والرياضه ان شاء الله يحالفها التوفيق. وعلى فكره النادي الاهلي منذ البدايه ايضا كان لديه رؤيه واضحه للحضور الجماهيري داخل المدرجات وكيفيه تامين الجماهير وكيفيه ايضا اتخاذ كافه الاجراءات والاشتراطات الصحيه، وده دايما النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيبقى عنده رؤيه واضحه منظمه وفقا لقواعد ولوائح ايضا بتضمن كمان سلامه الجماهير داخل المدرجات. وده اعتقد ان في المؤسسات الرياضيه الوطنيه بتستفاد من الرؤى دايما. النادي الاهلي مش بس بيبقى يطلب فقط، لكن النادي الاهلي بيبادر بالحلول، بيبادر بطرح الرؤى اللي تنضبط مع اللوائح المنظمه مع المصالح العليا للوطن. ده كل النادي الاهلي بيبقى مستوعبه كويس جدا، ومصالح الجماهير ايضا وكيف تكون الجماهير مستمتعه بفريقها وبتشجع في اطار من الروح الرياضيه النادي الاهلي بيبقى دايما حريص على ده.